بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده مباراه مهمه جدا 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 في مشوارنا في الدوري قدام النادي المصري، واللي هتلعب بمشيئه الله على ملعب برج العرب في الاسبوع ال 13 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم. دي عايز اقول جايه في توقيت حارق شويه، بس توقيت كويس بالنسبه للنادي الاهلي. اتساع الفارق بينه وبين منافسيه، يعني كل ما بتكسب زي ما بنقول قبل كده او زي ما قلنا قبل كده، كل ما بتكسب المنافسين بتوعك يعني بيقلوا شويه، حتى النتائج بتبقى في صالحنا، بس المهم انت تكسب. ماتش النهارده مش عايز اقول ان هو بنسبه 20 30% هيفرق معانا جدا جدا جدا، وهو والماتش الجاي. ماتش النهارده قدام المصري، الماتش الجاي في الدوري قدام المنافس، هيفرق معانا جدا 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 في حاله المكسب ان شاء الله. هنتكلم كتير عن ماتش النهارده، لكن قبل ما اروح لماتش النهارده هتكلم مع حضراتكم في حاجتين او ثلاث حاجات. نقف بس هنا شويه. هو اول حاجه عايز اقولها، وانا ما بحبش اتكلم على فضايح حد، بالعكس، النادي الاهلي طول عمره في حاله، طول عمره بيستر ما بيفضحش. مسؤولين النادي الاهلي، منظومه بتاعه النادي الاهلي كلها ما بتفضحش، انما تستر، حتى تستر الغير، مش تستر اللي عندها بس، تستر الغير. فانا مش هتكلم عن اي حاجه حصلت، انما عايز اقول بس حاجه للفاشلين اللي ما بيعرفوش يديروا الازمات. ده النادي الاهلي لسه مديك درس قريب في فن اداره الازمات، لكن تعلم في مين زي ما بيقولوا، تعلم برضه يصبح ناسي. دي اول حاجه. تاني حاجه، لفته جميله جدا 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 بتبين علاقه النادي الاهلي مع جميع الانديه. القرار اللي اتخذه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في التنازل لنادي الاتحاد السكندري عن كاس السوبر بتاع الباسكتبول بتاع كره السله، كانت لفته هايله. عشان تعرفوا بس ان مهما كانت يعني بنشوفها من في حته تانيه، صريخ وعويل والمكسب والنقط وعايزين نكسب دوري وعايزين نكسب كاس، النادي الاهلي تنازل طواعيه من غير اجبار عن البطوله لنادي الاتحاد، وقال ايه هو الاحق. تلاقيها من حد دي؟ ابدا. بس عشان تعرف علاقات النادي الاهلي بجميع الانديه، وعشان تعرف منهج النادي الاهلي ومبادئ وقيم النادي الاهلي، الناس اللي هي بتبحث عن البطوله وبتثير شائعات وتثير، مش عايز اقول بقى ان هي كمان، انا مش عايز اتكلم على حاجات بتثير الجماهير، لا، بتحصل. درس من النادي الاهلي، مش عايز اقول لجميع الانديه، بس للجماعه اللي بيدعوا المثاليه في حاجات كتير. عشان تعرف النادي الاهلي ما بيهموش مكسب وخساره قد ما بيهمه مبادئ وقيم، هو ده النادي الاهلي، وهو ده، معلش مع احترامي لجميع الانديه، هو ده الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني، هو ده الفرق بين النادي الاهلي والمنافس. صحيح، بمناسبه المنافس، في جماعه كلموني من النادي المنافس، فبيقولوا لي يا كابتن انت عمال تقول المنافس، هو يعني المفروض ان انت ما تقولش المنافس؟ يعني انا فعلا بعتذر لجماهير النادي الاهلي اللي كلموني مش من النادي الاهلي، انا بعتذر لجماهير النادي الاهلي، لان بالارقام مفيش منافس للنادي الاهلي، ولكن انا بقول ايه يعني مجامله ان في منافس. وعموما المنافس كمان الان مش المنافس التقليدي. عموما ده قدامنا على الهوا الخطاب اللي وجهه النادي الاهلي في الموضوع اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليه بتاع كره السله. ده النادي الاهلي، ودي مبادئ وقيم النادي الاهلي. عشان بس اللي يقعد يقول لك بص النادي الاهلي بيعمل ايه، والناس بتجامله علشان ياخد بطولات، والناس طول عمرها بتجامله
بالارقام، ده بيقعد يشكك في ارقام حصلت من 40 و50 سنه و60 سنه اهو. ادي خطاب ومتهيألي جبناه قبل كده اكتر من مره، والحاجات دي حصلت قبل كده اكتر من مره. بس ده النادي الاهلي، ما يهموش البطوله قد ما يهمه ارساء مبادئ وقيم اهم من المكسب، اهم من المكسب. مبادئ وقيم النادي الاهلي اهم من اي مكسب، وهو ده النادي الاهلي. بالمناسبه كمان في حد قال لي، مش عارف كان بيتكلم على قطار اسوان ومش قطار اسوان، على فكره النادي الاهلي اول نادي في مصر طلع قطار لجماهيره كانت رايحه اسكندريه. الكلام ده سنه كام؟ 1960. كان رايح يلاعب نادي الاتحاد السكندري، كان رايح يلاعب نادي الاتحاد السكندري، وكانت القطر كان عباره عن 14 عربيه قطار، 14 عربيه. والنادي الاهلي مشكورا عمل رحله لجماهيره، وكانت باشتراك رمزي بسيط جدا 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 جدا. الكلام ده كان سنه 1960، يعني اول نادي فكر انه يعمل رحله لجماهيره لتشجيع النادي الاهلي خارج القاهره كان النادي الاهلي 1960. عشان بس اللي يقول لك ايه، احنا بنعلمكم، انتوا بتتعلموا منا، انتوا بتقلدونا. لا يا حبيبي، احنا ما قلدناش حد، احنا لينا منهج، لينا مبادئ، لينا قيم ماشيين عليها، انتوا اللي بتحاولوا تقلدوا، ويا ريتكم كمان تقلدوا صح. مهم، نخش بقى على اللي حصل اليومين اللي فاتوا. سامعين صريخ طول الاسبوع اللي فات وضغوط على الحكام؟ تخيلوا قناة كاملة في كل برامج، في كل برامجها بدون استثناء ضغط وهجوم وتقطيع في الحكام. ليه بقى؟ عشان المجاملات. عايزين يتجاملوا. ايوه، بيشحتوا مخالفات، بيشحتوا مخالفات بجد فعلا، وضغوط وتهزيل الحكام علانية، وغلط بألفاظ ضد الحكام يعاقب عليها القانون. واحد يقول لك ايه؟ ده كلاتنبرج كذاب اللي هو جاي يطور المنظومه، واللي يقول لك اصل في مافيا بتدير التحكيم، وبعدين يقعدوا يتريقوا على الفار واللي مسؤولين عن الفار، يقول لك ده احنا الفار، وضغوط على الحكام باي طريقه باي طريقه علشان يجيب نتيجه. انتوا عارفين نتيجه لمين؟ وانا خايف انها ممكن تجيب نتيجه، انا خايف انها ممكن تجيب نتيجه. يعني نتكلم مثلا في حاجه بسيطه حصلت ماتش امبارح للمنافس، مجاملة هقول المنافس، في لعيب مثل كعادته داخل منطقة الجزاء علشان ياخد ضربة جزاء أو ركلة جزاء، والمفروض إن هو ياخد إنذار، ياخد كارت أصفر بداعي التمثيل، ولكن الحكم تغاضى عن ده. تغاضى عن ده ليه؟ تغاضى ليه؟ أنا عايز أعرف. هو اللعيب ده عنده إنذارين والماتش الجاي قدام النادي الاهلي، فلو خد الانذار الثالث ممكن يغيب، يغيب عن ماتش الاهلي اللي جاي، ولا ايه بالظبط؟ وكمان عامل حسابه ان هو برضه لو اداله انذار هيتم تقطيعه زي الفل واكتر في القناه زي ما بيتم مع جميع الحكام. يا حكام مصر، يا حكام مصر، احنا كاهلاويه وانتوا عارفين في قرارات كتير جدا 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 ضدنا بقى لها سنتين ثلاثه، سواء ركلات جزاء، فاولات، اهداف ملغيه، وده ظلم لينا، ظلم لينا. لكن احنا، انا بتكلم الحكام، يا ريت ما تنسقوش وراء هذه الضغوط عشان ترضي المنافس، او خوفا من المنافس على حساب باقي الانديه ومنهم النادي الاهلي. انت كحكم ركز واحكم باللي انت شايفه، باللي انت شايفه. نقف هنا، نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل كلامنا، انتظرونا. جات لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم على موضوع التحكيم والضغط اللي بيتعمل على الحكام. فانا رسالتي للحكام بلاش تنسقوا ورا الضغوط دي، ما تخافوش من حد. ما تخافوش من حد. ولو انسقت ورا الضغوط هتظلم انديه. مش عايز اقول الاهلي بس، لا هتظلم انديه كتير. منهم طبعا النادي الاهلي. بس احنا مش هنسكت. لو اتظلمنا مش هنسكت. لأننا ظلمنا كتير. كل اللي بنطالب بيه بس حقنا،
انا مش عايز اكتر من العداله لكل الفرق، بس اللي شفناه امبارح ما كانش فيه عدل، ان لعيب بيمثل يقوم والحكم يروح له وما يطلعش الكارت الاصفر يديهوله عشان خايف. ده ماتش الداخليه اللي فات كان قدام المنافس بيحللوه ان كره وهي رايحه كان في مهاجم في موقف تسلل بس غير متداخل، لم يشارك في الكوره، بس قال لك ايه بقى، بصوا يعني مش عايز اتكلم لا ايه لا اغلط، وانا ما احبش ان اغلط في حد، بيقول لك كان نيته يلعب الكوره، كان نيته يلعب الكوره. احنا هناخد بالنوايا؟ طب ما اي لعيب نيته يلعب الكوره ويجيب جول، اي مهاجم نيته يلعب كوره ويجيب جول، نحسبها هدف بالنيه؟ تحليل على المزاج، رؤيه على المزاج. بصراحه يعني احيانا الواحد بيسمع كلام يعني بيضحك ويزعل، بيضحك ويزعل، وخصوصا لما تسمع من نجوم كبار انت بتقدرهم. في نجم كوره كبير عود مجلس اداره وزميل عزيز كان صرح قبل كده وقال ان هو هيراقب لعيبه اسوان المباراه اللي جايه، وطلعت انا هنا قلت خلي بالكوا يا لعيبه اسوان استخبوا شويه علشان انتم متراقبين. كابتن مصر طلع بموضوع جديد ان في حكم كبير بيحكم حاليا، قال انه اتصل بيه وقال له انا عايز اقعد معاك عشان الحكم ده بيقول ان كلاتنبرج بيوجه الحكام لمصلحه النادي الاهلي. تاني، الحكم ده اتصل بنجم كبير في النادي المنافس وعضو مجلس اداره وقال له عايز اقعد معاك عشان كلاتنبرج اللي جاي يطور المنظومه بيوجه الحكام يشتغلوا لمصلحه النادي الاهلي. تخيلوا نجم كبير بيقول الكلام ده. طب قول لنا ازاي، طيب ما تعلن ازاي، طب ما تعلن اسم الحكم، طب والحكم ده نفسه اللي بيتكلم ليه ساكت على الكلام ده، ليه ساكت على التوجيهات دي، ما يطلع يقول علانيه اللي بيحصل ايه وكلاتنبرج قال ايه. ما هو الساكت عن الحق شيطان اخرس، ما تطلع تقول لنا الحقيقه يا راجل. ده انتوا طلعتوا كل الحكام مشجعين للاهلي، امال ايه اللي حصل السنتين اللي فاتوا؟ ايه اللي حصل السنتين اللي فاتوا؟ ومين عمل صوره؟ ومين اتريق على ناديك؟ ومين عمل ايه؟ هو انتوا بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على جمهوركم؟ يعني انتوا عايزين تضحكوا على جمهوركم وتعملوا تمثيليه وتصدقوها عشان جمهوركم يصدق وخلاص؟ عايزين الناس تروح في حته تانيه بعيده جدا 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 عن ان انت مستواك وحش الفتره دي، او انت مش ماشيه معاك الفتره دي، او انت مش موجود الفتره دي، ماليش دعوه انا بيك وماليش دعوه بمستواك، ماليش دعوه، انتوا بتاخدوا الناس في حته تانيه. بس انا عايز اقول للناس لا، كل دي خدع، كل دي اكاذيب، كل دي اكاذيب عشان ياخدك في حته هو عايز ياخدك فيها. كمان عايز اتكلم بقى عن كابتن عصام عبد الفتاح. بقالنا فترة ما بنسمعش أي حاجة من الكابتن عصام عبد الفتاح. الكابتن عصام عبد الفتاح طلع اليومين اللي فاتوا يقول لك إيه؟ انقذوا التحكيم. وأنت فين يا كابتن صحيح؟ أنت وحشتنا والله. وحشنا ردك على النادي الأهلي بس. بس. والخوف من الصوت العالي. خوف من الصوت العالي لما كنت حضرتك تستخبى وقتها. ترجعت تاني يا كابتن عصام؟ الحمد لله على السلامة. تحكيم فعلا عايز انقاذ، لكن مش من حضرتك، حضرتك تبعد عنه والناس اللي تبعك يبعدوا عنه، الناس اللي تبعك اللي كانوا في اللجنة، وكمان يبعدوا من حتة الضغوط اللي بيتعرضوا لها كل الحكام في القناة اللي بقول لكم عليها قناة المنافس عشان ياخدوا حاجة مش من حقهم. هو ده الانقاذ يا كابتن عصام، مش بالعدل، مش بالعدالة، لا، خليك بعيد أحسن يا كابتن عصام، خليك بعيد. الطريقة بتاعتك كابتن عصام كانت يعني اللجنة بتدير على المزاج حسب الأهواء والخوف من الصوت العالي، كلنا عارفين كده، وكلنا عارفين قد إيه النادي الأهلي اتظلم السنتين اللي فاتوا،
بس السنه دي مش هنسمح لحد ابدا انه يظلم النادي الاهلي. نروح بقى لقضيه ثانيه برضو عايزين نتكلم عليها على السريع بس. قضيه النادي الافريقي التونسي هي حاجه ما تخصناش، ومطالبته للنادي المنافس في موضوع كده يخص احد اللاعبين اللي هو سيف الدين الجزيري. الفيفا حكم للنادي الافريقي، ما شفناش حد من الاعلاميين لا اتكلم، خبر بس جه وما حدش جاب اي حد من النادي الافريقي، ما حدش اتكلم في الموضوع ده خالص، مع ان لو تفتكروا حضراتكم في كاس العالم للانديه لما اتقال ان النادي الاهلي هيشارك جابوا مسؤولين من فرق تانية ومسؤول من فرقه مغربيه وقالوا لهم انتوا الاحق بالمشاركه وانتوا المفروض تشاركوا مكان النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي اللي هو كان طلع التاني يشارك؟ ما سمعناش حاجه خالص من اي اعلام، ما شفناش اي حاجه، هم نفس الاعلاميين دول اللي هم متواجدين، ما حدش قادر يطلع يتكلم. ليه؟ خايفين من الصوت العالي. احنا ما بنخافش من الصوت العالي هنا، ما بنخافش من الصوت العالي. ماليش دعوه، دي قضيه داخليه ماليش دعوه، بس انا بتكلم على دور الاعلام ودور الاعلاميين. اي حاجه تخص النادي الاهلي لا، شعلل، كهرب، قطع، اي حاجه تخص النادي الاهلي. بس هو عايز يوقع النادي الاهلي، هو اي مشكله عايز يصدرها للنادي الاهلي، هو بيخاف من الصوت العالي علشان كده بيجي على النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي نادي عظيم، عظيم بمبادئه، بقيمه، بجماهيره، بمنظومته، وطول عمره عظيم وهيفضل عظيم. نروح بقى الماتش النهارده. ماتش صعب قدام منافس قوي، يمكن جهاز جديد اتغير من فتره، حسام حسن بعد ما شان ايهاب جلال، نتائج اتحسنت خصوصا في المباراتين الاخرتين، كسب الداخليه وكسب الاتحاد السكندري، وحسام بيعتمد دايما على يعني الطبع الحماسي، بيشد اللعيبه قبل الماتش ويعني بيحمسهم بصوره يمكن احيانا بتبقى مبالغ فيها على حساب الحاجات الفنيه، ولكن هو بيعرف يشد اللعيبه كويس قوي 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 قبل المباريات الصعبه اللي زي دي. النهارده تكمله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي لازم تستفيد من تعثر المنافسين، مش هقول المنافس، من تعثر المنافسين. طول ما انت بتكسب المنافس بيقع، فلازم تستغل فارق النقاط دي وتوسعها الفتره اللي جايه، فتره صعبه جدا. وبمناسبه الفتره اللي جايه، تعال نروح الاول نطمن على فريق النادي الاهلي من خلال زميلنا فاروق صلاح، ونرجع لحضراتكم مره تانية. مرحب بك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الاسكندريه يعني، والتحديد مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق المصري في مباراه الجوله 13 لدوري رابطه الانديه المصريه المحترفه، مباراه في غايه الاهميه. بالامس كان الفريق اختتم استعداداته لهذه المباراه بالتدريب على ملعب مختار لتيتش، قبل طبعا التدريب مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي عقد محاضره مع اللاعبين، طبعا اثنى على اللاعبين على ادائهم في الفتره الاخيره، واخر امر كان الفوز على فريق ام بي في المباراه الاخيره، طالب اللعيبه بالاستمرار على هذا أداء الجدية في المباريات، عدم النظر تماما لتعثر المنافسين. عايز أقف عند هذه الأمر يا كابتن أيمن لأن نقطة مهمة جدا اتكلم فيها الجهاز الفني مع اللاعبين سواء النهاردة أو في بالأمس في المحاضرة اللي قبل انطلاق المران او محاضره اليوم. طبعا مستر مارسيل كولر اتكلم مع اللاعبين وطالب اللاعبين بعدم النظر تماما لتعثر المنافسين سواء فيوتشر صاحب المركز الثاني او نادي الزمالك صاحب المركز الثالث او فريق بيراميدز، قال احنا عندنا طريق وعندنا مباريات لازم نحقق الانتصار في كل المباريات، مش هنبص لتحتينا، مش هنبص للفرق في جدول الدوري، لكن عندنا طريق هنكمله ان شاء الله في بطوله الدوري وايضا استعداد طبعا لبطوله كاس العالم للانديه. طبعا عقب المحاضره اللي عقدها مستر مارسيل كولر مع
اللاعبين. كان التدريب اللي انطلق على ملعب مختار التتش زي ما قلنا، الجديه، التركيز على لعيبه النادي الاهلي اللي يعني اللعيبه بتجتهد قدر المستطاع ان شاء الله ان هم يكملوا فرح الجمهور النادي الاهلي، تحقيق الانتصار، طول والانتصار. عقب المران طبعا اتجه الفريق الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. خليني اقول لك طبعا مستر مارسيل كولر اصطحب الصفقات الجديده، يعني مروان عطيه بتتكلم على خالد عبد الفتاح، وايضا اللاعب محمد كريستو اللاعب التونسي اللي النهارده صباحا وصلت البطاقه الدوليه الخاصه باللاعب محمد كريستو. الامور اللي احنا لمسناها هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بيميز لاعبي النادي الاهلي. يا كابتن ايمن وحضرتك واحد من كباتن ولاعبي النادي الاهلي اللي عاش هذه الاجواء وهذه الامور، ان اللعيبه اللي يعني الصفقات المنضمه حديثا ما تحسهاش انها غريبه على النادي الاهلي، ولا تحس ان ده اول معسكر ليهم او دي اول مباراه. كباتن النادي الاهلي بيتكلم على محمد الشناوي ورامي ربيعه وكباتن النادي الاهلي الموجودين، ودورهم ان هم يقربوا اللاعبين واللعيبه تدخل في اجواء النادي الاهلي، ده امر مهم جدا لامسينه النهارده في مقر اقامه اللاعبين. الحديث الجانبيه اللي ما بين اللاعبين ما تحسش ان اللعيبه دي غريبه على النادي الاهلي، نتمنى المردود دوت نشوفه في ارض الملعب. طبعا يوم فريق الاهلي النهارده كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء كان في تمام الساعه 3. طبعا كانت المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، من خلالها بيحط طبعا التشكيل واخر التعليمات الهامه للاعبين في هذه المباراه، مباراه مهمه جدا بناكد على صعوبه المباراه. عايز اطمنك ايضا على الاجواء هنا في الاسكندريه، طبعا بعض الاخبار او الاقاويل اللي قيلت ان في سقوط امطار، لكن هنا في برج العرب بالتحديد ما فيش سقوط امطار، الجو اكثر من رائع لهذه المباراه. عايز اطمنك ايضا على حاله اللعيبه المستبعدين اللي النهارده اللي ادوا مران في القاهره كان في تمام الساعه 11 صباحا. طبعا مستر مارسيل كولر عايز اطمنك ايضا على ان طاهر محمد طاهر طبعا اطمنا من الناحيه الطبيه، لكن مستر مارسيل كولر فضل ان هو عدم يعني ان طاهر ينضم لهذه المباراه، يديله مزيد من الرحم. ايضا النهارده كان طاهر محمد عبد المنعم وايضا الكهرباء مع رأفت خليل مع اللاعب كريم الدبيس مع اللعيبه اللي وحمزه علاء ايضا اللعيبه اللي مستبعده من هذه المباراه قدوا مران اليوم في ملعب مختار التتش. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه، ان شاء الله ننتظر المردود ده نشوفه في ارض الملعب. لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله على قدر المسؤوليه حققوا الانتصار والثلاث نقاط. طبعا الاتحاد المصري كان اعلن طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن وليد عبد الرازق، عاونوا في هذه المباراه سامي هلهل وعماد العقاد، الحكم الرابع صابر ابراهيم، اثنين على تقنيه الفار عبد العزيز السيد وهاني خير. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من داخل مقر اقامه فريق للنادي الاهلي. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. يمكن شفنا الكواليس، لفته حلوه من مستر كولر مسؤولين في النادي الاهلي بمصاحبه الثلاثي للفريق اللي هو الثلاثي المنضم حديثا للنادي الاهلي. نتمنى لهم التوفيق اذا كان في تواجد لحد منهم النهارده، ونتمنى لهم التوفيق اذا كان في تواجد لاي حد منهم الفتره الجايه ان شاء الله. بمناسبه التدعيمات، علشان بس في ناس بتشكك في موضوع التدعيمات وبتتكلم عن موضوع تدعيمات النادي الاهلي وبتحاول تسوق العلاقه وتدوس في الحته ديت علشان جماهير النادي الاهلي تنقلب على موضوع تدعيمات النادي الاهلي في الفتره ديت. اولا التدعيمات ديت ليها استراتيجيه وليها فلسفه، طول عمرنا في النادي الاهلي ماشيين على النظام دوت. اولا في جهه مسؤوله هي اللي بتحدد ايه معايير لاختيار الصفقات او التدعيمات، كل سنه بيحصل كده في الموسم الصيفي والموسم الشتوي. فالحته دي في لجنه مسؤوله، في جهاز فني مسؤول، وهم بيبقى ليهم حق الاختيار. تاني حاجه الفلسفه بتاعت التدعيمات، انت بيبقى عندك نواقص في بعض الاماكن عايز تشغلها، فبتجيب في الحته دي، انا محتاج واحد في الحته دي، انا عندي دكه عايز تبقى قويه، عايز يكون البودلة على نفس المستوى، داخله من ضمن الفلسفه. عندي بطولات كتير جدا 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 الفتره اللي جايه، محتاج لعيبه تكون على نفس المستوى، كله هيلعب الفتره. خلي بالكم، خلي بال حضراتكم، الفتره اللي جايه فيها كميه مباريات وضغط على النادي الاهلي لا توصف، زي سنتين اللي فاتوا. فانت محتاج لعيبه، ولعيبه على نفس المستوى بتاع الاساسيين اللي بيلعبوا. ثالث حاجه، في بعض الاحيان انت عايز تخلق جو من المنافسه، فبتجيب بلعيبه برضو لعيبه على نفس المستوى وعلى قدر المسؤوليه اللي هيشيلها لما يلبس فانيله النادي الاهلي. مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، فبيبقى فيه
نظره معينه. فالكلام ده اولا واخيرا مدير فني وجهه مسؤوله او لجنه مسؤوله في النادي الاهلي، مفيش حد يشككك في تدعيمات الفريق او التدعيمات اللي بيعملها النادي الاهلي اليومين دول. كل التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي، والتدعيمات الجديده ان شاء الله يخشوا وينصهروا مع الفريق. وزي ما شفنا كده حضراتكم النهارده اهم الثلاثي الجديد دخل مع الفريق وكانهم ابناء النادي وبقالهم فتره كبيره مع الفريق، وهو ده النادي الاهلي. نتمنى التوفيق النادي الاهلي. يمكن فاروق قال ان احنا ما بنبصش لحد، فعلا ما بنبصش لحد، انما لازم نستغل، لازم نستغل تعثر المنافسين. احنا سكتنا واحده، المكسب، ولكن تعثر المنافسين ومكسبك انت يفرق معاك كتير قوي 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 قوي، خصوصا الفترات اللي جايه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله، مزيد من صراط ومزيد من البطولات باذن الله رب العالمين. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. نورنا كابتن. كابتن ايمن، ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله رب. كابتن عادل، مساء الفل يا كابتن. مساء الفل يا كابتن، الله يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. نورنا يا كابتن. الله يكرمك. كابتن اسامه عرابي، نورنا يا كابتن. ازيك؟ الله يخليك. ايه الاخبار يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. كابتن احمد بلال، ازيك كابتن؟ نورنا يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. الحمد لله. اخبارك ايه النهارده؟ حاسس بيه؟ ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله وربنا بيكرمنا على طول. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن شريف، يمكن بنتكلم عن التدعيمات الفترة الأخيرة، وشفنا لفتة جميلة النهاردة من مستر كولر ان هو واخد الثلاثي المنضمة حديثا للنادي الأهلي معاه النهاردة ومدخلهم مع الفرقة في معسكر برج العرب. مش عارفين لسه اذا كان هيبقى ليهم تواجد ولا ما لهمش تواجد، بس دخلوا جم. يمكن آخر واحد خلص فيهم كريستو، البطاقة الدولية جت النهاردة، دخل معاه في المنظومة على طول. شيء جميل. احنا لما كنا احنا في بداياتنا برضو كنا بنتعرف وبنخش مع الفريق الاول، كان في عمليه بنسميه اطمئنان او بندي الثقه للناس انها بتخش وتتعرف على بتفرق نفسيا مع اللعيبه الجديد اللي داخل، بيتعرف على الشكل الجديد والجو الجديد والدنيا شكلها ايه في مباراه رسميه وعلى الجماهير كمان وعلى الدنيا. وبرضو الجماهير كانت الفتره اللي فاتت اللي هي مطالب مجلس إدارة الحقيقة على طول فورا، ناس بتشتغل مش من الشهر اللي فات ولا الشهر ده ولا لا، من أول السنة هم عندهم خريطة إزاي يبقى فيه تدعيمات وإزاي يبقوا واقفين على قدم وساق إن البطولة إن شاء الله أو معظم البطولات اللي موجودة أو البطولات كلها تبقى من نصيب النادي الأهلي. فده بقى الإدارة، هي الإدارة أساس كل شيء يا كابتن أيمن. صحيح كلمك جد والله. صحيح. إدارة في الاتحادات، الإدارة في الأندية، الإدارة أساس كل النجاح. المغرب ما شاء الله في الكوارتر فاينل في بتاع تكسب وتبقى سيمي فاينل وتكسب تبقى بتلعب نهائي كاس عالم، اكيد في اداره جيده. كلمه السر في نجاح اي منظومه هي الاداره. الاداره، الاداره هي اللي بتخليك زي القطر ماشي ومفيش عندك مشاكل، ما عندكش هواجس، ما عندكش قلق، ما عندكش حتى لو احنا تعادلنا ماتشات، انما في اداره وفي ازاي اسباب ان انت ساعات بتتعرض، لان انت بتتعرض لاصابات، بتتعرض لحاجات اي فريق في العالم لو تعرض لها. مين احسن فرقه في العالم احنا بنتفرج عليها؟ مانشستر سيتي. صح؟ مظبوط. لعبا وموضوعا وشكلا هي الاول على الدوري؟ مش الاول على الدوري. ارسنال اقوى سكواد واقوى لعيبه موجوده في الفرقه دي. هل تقولي الارسنال اقوى من مانشستر سيتي؟ استحاله. اللي بيفهم كوره يبقى عارف كويس، ولكن الدنيا ماشيه تعادلات وماشيه هزايم وماشيه حاله طبيعيه بتحصل في العالم كله في المباريات كلها. احنا عشان ان احنا النادي الاهلي الاهلي القمه كويس، ما بيرضاش بتعادل، ما بترضاش بتعادل. ده يعني ايه تعادل يعني؟ ما تربيناش على كده الحقيقه يعني. ما احنا ياما تعادلنا واحنا بنلعب وياما اتغلبنا يعني. مش ما فيش بتبقى حاجات ماتشات قليله كل سنه او حاجات بتبقى لظروف معينه، ولكن خلاص انا كنت شايفك في الانترو بتتكلم على مفيش منافسه. انت ما تبقى ما عندكش منافسه او بعيد قوي المنافسه عنك او اي حاجه، خلاص ما حقوق زعلانين مني عشان بقول حق مكتسب. انا بقولها مجامله. انت مين اللي زعلانين منك؟ فئه، انما الباقي اكيد مش زعلان يعني. ف
الدنيا كلها بتمشي بالاداره. اللعيبه ان شاء الله النهارده ينوروا الدنيا، اذا كان ليهم حظ ان هم يكونوا موجودين في الملعب او هنتفرج عليهم الماتش الكاس او ماتش الزمالك او او او. فدعم اعتقد ان هم لعيبه صغيرين في السن وتصحبهم سمعه طيبه جدا، خاصه الراجل اللي جاي من تونس بيقولوا عليه سريع جدا، وانت محتاج ناحيه اليمين ومحتاج في العمق ومحتاج وجه جديد يملك السرعات. لعبه كره القدم اهم ما فيها كله. عندنا احمد بلال فنان وفي في ال 18 تيك ويروح، لكن يمتاز بلمسته بالسرعه. السرعه دي اساس كل حاجه، سرعه التصويب، سرعه القرار، السرعه دي اساس اي شيء في لعبه كره القدم. لو انت سريع ولاعيب ربنا مديك موهبه نص نص هتلاقي نفسك بتروح للجول، عمالك واحده طويله هتلاقي نفسك انت والجول بالسبرنت بتاعك. فعوامل كتير بتبقى موجوده ومطلوبه للفرق الكبيره. الفرق اللي هي ما عندهاش نجرب. فاهلا بيكم واهلا بالوجوه الجديده اللي احنا بنتمنى لها كل الخير، وطبعا ربنا يكفيهم شر الاصابات ويكفي اللعيبه كلها، وبالتوفيق النهارده باذن الله. مباراه جيده وخصم جيد، واحنا بنتمنى الاستمرار زي ما احنا بنقول، بنبص في ورقتنا مالناش دعوه باي حاجه ثانيه. طيب كابتن اسامه، يمكن نتكلم مع كابتن شريف في موضوع التدعيمات، وقلنا لفته كويسه، وهما التدعيمات الشتويه بيبقى اللعيبه جايه جاهزه لانها بتبقى جايه من فرقها ولعبة يمكن تقريبا دور كامل او جزء كبير من الدور الكامل. هل ممكن التدعيمات ديت اللي جايه اليومين ثلاثه اللي فاتوا نلاقيهم مثلا النهارده في الملعب او على الدكه؟ ممكن جدا، ممكن ناس تبتدي كمان. معقوله؟ طبعا. من غير ما تتدرب تدريب او تدريبه واحده بس ولا تدريبه. انا يمكن كل مره بدي المثل بالموضوع ده، كان مجدي طلبة محترف بره في باوك اليوناني، واحنا كنا في معسكر في اللعب المحله، ومستر هولمان كان المدير الفني بتاعنا، وكان مدير فني هايل من احسن المدربين جم اتمرنت معاهم يعني. ومجدي جه من المطار على المعسكر، وتاني يوم حطه في الماتش ولعب وادى مباراه جيده. طالما هو جاهز ممكن جدا يلعب، بس هو جاي من اسامه من حته بيلعب ومستمر. طب ما هو دول بيلعب بس من غير ما يتدرب ولا مره، يعني مش جاي من فتره. لا 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 مش فتره لعب، دي صفقه كل اللي جايين. ما انت كل اللي جايين دولت بيلعبوا مع فرقهم لغايه اخر ماتش، ده الاساس في الحكايه. بس عشان هولمان كان الماني يعني، ماشي ده تفكير، عشان بيتفرج عليه كتير والدوري بيلعب، كان هو يعرف الدوري. لا يعني ما كانش عارف الدوري، المدرب بتاع باوك الماني ايا كان. لا يعني دي موجوده وانا مقتنع بالموضوع ده. انا مقتنع بالموضوع ده لو انا محتاجه في الملعب. يعني افرض يعني مثلا مروان عطيه، ومثلا لا قدر الله عمرو السوليه مش موجود، وحمدي فتحي مش موجود، ويقدر يلعب وسط ملعب مدافع مثلا جنب ديانج، ولاي سبب واحد مطرود، واحد عنده انذارات، واحد مصاب، او مثلا هاني مش موجود وكريم واكرم مصابين، وانا جايب باك رايت وجاهز ولعب لغايه الماتش اللي فات مثلا من خمس ايام كان بيلعب، عادي جدا ان انا العبه. انا دي وجهه نظري. اما موضوع اقعد استنى واصبر ولسه هشوفه ولسه مش عارف، لا اصل في فلسفه او بعض المدربين يقول لك ايه، انا في وقت معين اشركه فيه. انا يعني مش مع الوقت المناسب اشركه فيه. الوقت المناسب حسب ظروفك انت وحسب فرقتك انت. ما انا قلت لك افرض مكان ناقص وانت جايب فيه واحد، افرض مكان انت محتاج راس حربه مثلا وهو مميز وبيلعب وهداف مثلا ومن هدافين الدوري مثلا. طب حسام حسن، ما هو لسه هو بنتكلم. حسام حسن بتاعنا مش لسه رايح سموحه الماتش اللي فات وجاب جولين امبارح وهو اللي كسبه بالماتش؟ مظبوط. طيب اهو الراجل طارق العشر جابه راح حطه على طول لعبه وكسبه. فهي كل فرقه حسب ظروفها وحسب امكانياتها وحسب هي عايزه ايه من الراجل اللي جايباه، وهل المكان ده ناقص عنده ولا في اصابه او في حد كذا. فانا مقتنع ان لو حد جاهز وله مكان انه يلعب وانا محتاجه يلعب يلعب. انا دي وجهه نظري الشخصيه. فربنا يوفقهم
يعني يكونوا اضافه للفرقه، واكيد هيلاقوا منافسه قويه كل واحد في مكانه. يعني خالد عبد الفتاح هيلاقي هاني، وهيلاقي طبعا اتنين مصابين اللي قلنا عليهم، لكن موجود هاني. مروان عطيه هيلاقي عمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي. ده في مصلحه الفريق طبعا، مصلحه الفريق، لانك انت بتشارك في عدد كبير من البطولات. والدليل على كده انت اهو لاعب 12 ماتش، عندك اتنين رباط صليبي صحيح، مصطفى شوبير غضروف، طاهر محمد طاهر اصابه برضه بقاله اكتر من شهر وشويه وما بيلعبش، بيرسيتاو، ادي خمسه هم مش في مش في 12. حتى محمد الواجهه الجديد ده ما بيبقاش ضغط عليه مسؤوليه ان انا ابتدي بيه مباراه يعني؟ لا، لو لعيب محترف ده مش ضغط. لا مش ضغط عليه، لو لعيب جامد ومحترف وواثق من ولا انت تفضل، انا بكلمك ككوتش مثلا، انت تفضل ان انت مثلا يبقى الفرقه كسبانه 1-2 لا هي وجهات نظر وتدفع بيه يعني. لا هي وجهات نظر، في مدرب بيعمل كده، بس اسامه يعني وجهه نظره ان هو بيتهيأ. انا اقصد بيتهيأ له الجو اللي هو يبتدي يتعرف بيه على فرقه زي النادي الاهلي. ما اعرفش انا، ما يعني انا وجهه نظري انه طالما محترف وانت دافع فيه فلوس وبيلعب وجاهز يقدر يخش من اول لحظه، حسب مكانه في الملعب بقى. حسب يعني انا لو سنتر فيرود اعملها معاه العبه، انما زي ما انت بتقول لو مروان في حاله زي ما انت قلت لو عندي اصابات ولا عندي حاجه ابتدي بيه. انما في ناس في حتت اماكن معينه لازم يبقى عنده الجو مناسب ان انا احطه في الملعب يعني، عشان لان الديفندر ده الغلطه بجون ما اجيش انا في مباراه والبدايه انت فاهم قصدي يا اسامه؟ ما تحملوش الليله يعني، ما تشيلوش الدنيا يعني. ماشي وجهه نظر، بس وجهه نظر المدربين احيانا. انا بقول لك انا وجهه نظري لو جاهز ومحتاج يلعب، جاهز وقادر يقدر يلعب صحيح. وبيلعب وفت صحيح. يلعب وما فيش مشكله. موضوع تقييمه من اول لحظه، الناس برضو خلي بالك الانطباع الاولاني مهم، ولكن الانتاج مع الوقت والاستمراريه هي اللي هتفرق، مش من اول ماتش يعني ان واحد لعب وحش هيبقى اقول عليه ده صفقه فاشله او العكس. فهي ملهاش دعوه. انا هل اللعيب ده انا واثق فيه؟ هل اللعيب ده امكانياته كويسه؟ هل اللعيب ده انا شايفه اضافه؟ هل هو جاهز؟ ليه ما لعبوش من البدايه؟ صحيح. بس طيب كابتن عادل، في ناس قاعده تتكلم تدعيمات ومستدعيمات وبتشكك، بتحاول تشكك جماهير النادي الاهلي في التدعيمات اللي عملها النادي، ولكن التدعيمات ديت وخصوصا في الفترات اللي هي اللي بنقول عليها الشتويه، التدعيمات الشتويه، بيبقى في فلسفه وفي استراتيجيه معينه في حته التدعيمات دي. طب يعني خلينا يا كابتن بس اقول لك على الحته بتاعت انك انت تبدأه ولا ما تبدأش، ولا تجيب اللعيبه ولا ما تجيبش. في انديه كبيره تبدا بيه الماتش يعني قصدي؟ لا في انديه كبيره زي النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيجيب تدعيم، النادي الاهلي بيجيبوا تدعيم مش ضروري انه يبقى اساسي عندي. لان النادي الاهلي اعلى لعيبه في مصر واكتر عددا لعيبه في مصر، وما يجيبوش ويلعبوا على طول. ولو جه ولعبوا على طول، اللعيبه الاخرى نفسيا هيبقوا عاملين ازاي؟ لانك انت مش نادي صغير، انت نادي كبير. ده وجهه نظري برضو، انت نادي كبير، ما ينفعش انك انت تجيب اللاعب وتلعبه. بالعكس، انت لازم تخليه يعني. النهارده لما خدهم مع المعسكر لسببين. السبب الاولاني ده برضو وجهه نظري وانا كمدرب بعملها. السبب الاولاني ان انا اعمل ايه يا كابتن؟ ان هو اول حاجه بيدخلهم في اجواء اللعب بلا لعب. يعني بيخليهم بيوريهم المعسكر، بيعرفهم على الدوري، رغم ان في ناس في الدوري كانوا بيلعبوا، لكن اللي جاي من بره بيعرفوا على الاجواء. الحاجه الثانيه المهمه، التقديمه مهمه في الانديه الكبيره. الانديه الكبيره بالذات نجاح الصفقه او فشلها عند الجمهور بدايته. فانا كمدرب لازم اتاكد من بدايته في الانديه الكبيره لانها بتدفع ارقام. اما انا لو بدفع رقم قليل وبلعب في نادي اقل كتير من النادي الاهلي هلعبه، لاني انا جايبه ليه. وبعدين في فرق ما بين الانتقالات الصيفيه والشتويه. الصيفيه ليها وجهه نظر ان هي بتبدا بفتره اعداد، فممكن اللي يجي يبدا زي ما هو عايز لانه خاض فتره اعداد. الناحيه الثانيه اللي هي بتاعه الشتويه دي لسد الحاجه
والاصابات اللي احنا اتكلمنا عليها وسد الحاجه. انا ممكن اديله مره واحده افشل الصفقه بتاعتي. ممكن يعني كابتن شريف قال كلمه مهمه، قال لي كابتن شريف قال انا في اماكن جوه الملعب ممكن اديله واحد وممكن استحمله وممكن ما استحملوش. انا معاه، بس وكمان فوق دي فوق ده لازم اراعي الحته بتاعت الارقام اللي بدفعها فيه. ما اجيش انا اجيب لعيب مثلا واقدمه تقديم غلط. ما هو فن ادخال اللاعب للفريق ده فكر يعني، مش موضوع ده دراسه يعني. لا ده في دراسه يعني انت اولا لما تجيب اللعيب انت بتجيبه هل هيندمج مع فرقتك ولا لا؟ طب ما انا ممكن اجيب لاعب سماته وصفاته مش النادي الاهلي وما يكونش بقوه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. صحيح. اصل شوف النادي الاهلي لازم نعترف بحاجه مهمه قوي، مش لازم تكون لعيب كويس وبس. لو لعيب كويس وبس معناه انك انت هتفشل. لازم تكون لعيب كويس وشخصيه قويه وشخصيه بتستحمل وفكرك عالي ومنضبط تماما عشان تنجح في الاهلي، تتحمل الضغوط وتنضبط تماما عشان تنجح في الاهلي، لانه النادي الاهلي عنده قبل اللعب انضباطه. صحيح. كمنضبط ولعيب كويس بره الملعب ومش جوه الملعب وبس. انت لو لعيب، وكم من اللاعبين اللي كانوا افزاز في النادي الاهلي وما كانش منضبطين جوه الملعب خارج الملعب ما كملوش ومش هيكملوا. فانت عندك معضله كبيره كنادي اهلي انك انت تجيب اللاعب ولازم تشوف صفاته وسماته وحاجات كتير من هذا القبيل. وفي الاخر اقدر اقول لك انه ده فكر مدرب. مظبوط. ممكن ينجح. صحيح. وممكن ما ينجحش. انا بتكلم على المدربين عامه مش على مدرب النادي الاهلي. هي عامه الكوره فيها وجهات نظر كتير. اه طبعا. مظبوط. وممكن يعني احنا خمسه هو قاعدين على الترابيزه، ممكن نمسك فرقه واحده ونختلف في لاعب او اتنين. صحيح. وكل واحد فينا ينجح. ايوه. او في طريقه او أي. في زي ما احنا دلوقتي بنتكلم مثلا في المناقشه دي. ف يعني وجهات النظر كتيره ممكن تبقى جيده وكويسه في كره القدم. يعني في فرقه بتلعب 4 3 3 وبتكسب، ممكن لو لعبوا 4 2 3 1 هيكسبوا برضه، بس مدرب تاني هو اللي هيعملها. أي. مش المدرب ده. فمش شرط انه وجهه النظر تبقى مش رياضه، يعني مش 1 زائد 1 2 هي واحده. أيوه. هتتحقق بس. نعم. فانا عشان كده انا بقول اكيد طبعا انه اللاعب لما يدفع فيه فلوس. صحيح. وانا واثق فيه يبقى اقدر اشركه. وخلي بالك في كلمه او في جمله انت قلتوها برضو، قلته ما هو لعيب النادي الاهلي يعني ليه مواصفات خاصه، مش اي واحد يجي يلعب في النادي الاهلي. ما هو انت بص يا هاني، هو انت لو انت ما هو عندوش مواصفات خاصه، انا مش بتكلم بعد كده ينجح او يفشل. ايوه طبعا. لا انا بتكلم على حاجه ثانيه. هتجيبه ليه؟ أيوة. لو هو ما عندوش مواصفات خاصه. بالظبط. هتجيبه ليه؟ بالظبط. هتجيبه عشان يبقى عنصر من عناصر ف كونه بقى ينجح او يفشل دي بتاعته ولظروف كتيره، لا قدر الله تعرض لاصابه. صحيح. او هو ما استحملش الضغوط. لكن من البدايه ثلاثه يا كابتن اسامه. لو جبت ثلاثه هل هتبدا بيهم؟ لا 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 التلات. مش ضروري التلاته. لا يعني مش ضروري التلاته. ما هو انت يعني ما هو انت هتختار مين تبدا بيه الاقل عندك مكانا؟ اذا حسب ظروف فرقتك. حسب ظروف الفرقه. من الافضل انك في البدايه التلاته تعاملوا المعامله النفسيه ومع الفرقه اللي بره. بالعكس انا ممكن استغل حماسه في انه جاي وعايز يثبت نفسه ويبقى كويس. انا ما قلتش التلاته يشتركوا ولا ان الثلاثة ما يشتركوش. ممكن بقول لك مكانهم يبقى مليان ما خلاص ما لعبوش. يعني مثلا زي ما بقول لك عندي ديانج وعمرو السوليه، هبدا. صح. بمروان ليه؟ لكن لو مش موجودين دولت لانذارات طرد بتاع وواحد لا قدر الله مصاب والمكان فاضي ما لعبوش ليه؟ او مكان واحد بس. كابتن مهم قوي انه اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي كتير قوي بيبقى يعني مش في الاهلي بس، الانديه الكبيره كده بيبقى اللعيبه اللي جوه عند في النادي الاهلي اعلى منك، مش لازم يبقى هو الاعلى. يعني 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 انت لما بتشتري لعيبه ما انت عندك افضل لعيبه في مصر. يعني انا عندي مثلا ديانج وعمرو السوليه وعندي حمدي فتحي وبجيب واحد رابع عشان يساندهم في الاصابات، مش لازم يبقى احسن منهم، ممكن يبقى اقل منهم. وكتير قوي 90% من صفقات الانديه الكبيره بتبقى اللي بيجي
اقل من جوه الملعب بقى يعني هو يسند. بس بس بيبقى في قرب في المستوى مش في اتساع يا كابتن بيبقى يعني. في قرب بس لا يعني مش بالشرط اي واحد في الانتقالات الشتويه بيجيب حاجتين بيجيب الحاجه وبيجيب حته ان هو عنده اصابه ولا عنده اي حاجه وبيجيب الافضل عشان يلعب على طول الا النادي خاصه ان اللعيبه اللي انت جايب مكانهم ما شاء الله ما هو ده اللي انا بقوله لو ما كانش ما هو ما شاء الله طيب يعني يعني كريستيانو لما يروح الاتحاد هيقعد احتياطي الاول لا كريستيانو كريستيانو بص يا كابتن ايمن يعني انا ليه وجهه نظر في القصه دي يعني قصه الانتقالات يعني هي اولا ممكن نستاذنك يا كابتن نقول تشكيل النادي الاهلي الاول اتفضل تفتكروا في تغيير النهارده ولا مفيش لا كابتن عادل في تغيير ولا لا واحد او اثنين لازم كابتن شادي هيخش مكان محمد شريف ممكن تغيير واحد كابتن بلال ممكن تغيير او تغيير يعني في نطاق ضيق جدا طيب ماشي برضه عبد المنعم مثلا لا وفي تغيير يبقى في نطاق ضيق يعني هيبقى في واحد صاب لسه طيب ماشي طيب تشكيل نادي الاهلي النهارده ان شاء الله محمد شناوي لحراسه المرمى رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر ياسر ابراهيم ومتولي قلبي دفاع خط الوسط الدفاعي عمرو السليه اليو ديانج ورباعي المقدمه حسين الشحات محمد مجدي برونو سافيو محمد شريف طيب قلنا واحد هو فعلا واحد مره ثانيه محمد الشناوي لحراسه المرمى محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمود متولي ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السليه واليو ديانج ورباعي المقدمه حسين الشحات محمد مجدي برونو سافيو ومحمد شريف طيب كابتن بلال هخليك تكمل كلامك بس هل التدعيمات لما بتجيبها من بره خلينا في التدعيمات الشتويه بتاخد فتره عبال ما تتاقلم وتنسجم مع الفريق شوف هقول لك على حاجه يا كابتن في القصه بتاعت التدعيمات الشتويه بالذات يعني لو انت بتشتريش لعيب عشان يلعب من اول ثانيه تمام يبقى بلاش تشتري من اول ثانيه تمام يعني انا النهارده لما اجيب حد في الشتاء يعني في الفتره الانتقاليه أيوة. اللي ما بين ما بين الدورين يعني انا بجيبه ليه اصلا ليه انا بروح اجيب مثلا اتعاقد مع ايمن شوقي او اتعاقد مع اسامه او الكابتن عادل او الكابتن شريف ليه لان انا ببقى رقم واحد محتاج المكان ده ضروري جدا جدا يبقى انا محتاج ان انا لعيب عندي يلعب في الحته دي تمام لعيب يعني ايه لعيب عندي انا عندي في كل مكان المفترض عندي فيه لعيب اساسي كابتن وعندي فيه اثنين احتياطي او واحد على الاقل لما بجيب لعيب وبدفع فيه رقم خد بالك من كلمه رقم دي برضو يا كابتن لان دي برضو بتعتمد على الكواليتي بتاع اللعيب نفسه انا النهارده اروح اجيب كابتن اسامه ادفع فيه مثلا 30 40 مليون انا مش جايبه اقعده جنبي على دكه البدلاء عشان اللي جوه في الملعب يبقى احسن منه انا بجيب بتعاقد مع كابتن اسامه عشان هو كواليفايد ان هو يبتدي ويلعب بشكل اساسي يا اما خلاص مش هجيبه كلام سليم او كلام سليم. هجيبه برقم قليل يبقى بالنسبه لي زي ما قال كابتن عادل من شويه وكابتن شريف يبقى بالنسبه لي لعيب يعني ليفل اقل تمام لان كره القدم ما فيهاش يعني انت ما ينفعش يبقى عندك في الفرقه كله ايكوال اللعيبه كلها شبه بعضها انت عندك لعيب اساسي ولعيب احتياطي ممكن في وقت من الاوقات الاساسي يقل والاحتياطي ياخد فالامور تتبدل لكن ما فيش فرقه في العالم بتشتري اثنين شبه بعض زي بعض بالظبط الاثنين رقم واحد في وقت من الاوقات الاثنين رقم واحد دول واحد هيبقى كويس وواحد هيبقى وحش ده بطبيعه كل لان واحد بيلعب واحد ما بيلعبش يعني انت مثلا دي بطبيعه يعني مثلا في الانتقالات الشتويه مثلا يعني انت في نواقص عندك انت وجهه نظرك ان اللي يجي المفروض يلعب على طول لو انا محتاجه ده طبيعي كويس قوي ما تدفعش فيه ارقام انا ممكن اجيب واحد مثلا يعني خلاص عقده بيخلص لسه له 6 شهور اروح ادفع فيه 2 3 مليون جنيه مثلا يعني وانا شايف ان هو مثلا يعني انا بالنسبه لي هنتكلم عن نص ملعب مثلا يعني لو ديانج بيأدي بنسبه 80% وبابا بنسبه 60% يبقى في فرق في المستوى بحافظ على اللعيبه اللي موجوده على دكه البدلاء بالظبط تمام لان وضع طبيعي ان انا عندي 11 اساسيين وعندي بقيه الفرقه 30 لعيب مش او 35 لعيب على حسب القائمه عامله ازاي بس خلي بالك برضه الليفلز مختلفه بس انت لازم برضه كنادي كبير يبقى عندك دقه قويه حلو يبقى عندك مفيش فروقات في المستوى بعيده قوي بين الاساسيين وبين الموديل قلت 80 60 ما قلتش 80 40 ما قلتش يبقى يعني المستوى في فجوه كبيره في المستوى بس قلت لما تيجي تصنفها تقول ده رقم واحد وده رقم اثنين التصنيف كله في العالم كده انت هات اي فرقه في العالم هتلاقي بص رقم واحد ورقم اثنين رقم واحد ورقم اثنين في الاداء في وقت من الاوقات المستوى بيختلف شويه تدي حد فتلاقيه مع مرور الوقت ما تاقلمش مع الفرقه الامور مش كويسه اصاباته كتير فيبتدي رقم اثنين ياخد فيبقى هو رقم واحد
أيوة. والتاني ينزل أيوة. وينزل بالمستوى كمان مش بس عشان الاصابات يعني هتلاقي المستوى بقى اقل عشان بعد ده وضع طبيعي. فانا من وجهه نظري انك انت لما تيجي تشتري في يناير بالذات لا بتحط عينك على لعيب هو اساسي بالنسبه لك ما يبقاش لعيب أيوة. انت جايبه عشان يسد خانه يعني عشان يبقى لعيب يعني يكمل السنه احتياطي لا عشان يبقى لعيب اساسي بالنسبه لك يا اما خلاص ما اجيبش لعيب ايه الفكره من ان انا اجيب لعيب المستوى ما بينه وما بين اللي بيلعب في ملعب مستوى يعني الضعف مثلا يعني او المستوى او المستوى غير متقارب لا مش حته التاقلم وعدم التاقلم انت النهارده لما تجيب لعيب لازم تدرس الشخصيه بتاعته كمان انا لازم اشوف الشخصيه بتاعته مناسبه ليك ولا مش مناسبه اتفرج عليه في كل الماتشات الكبيره أي. والصغيره تمام اشوف اتيتيودو في الملعب عامل ازاي اشوف السبيريت بتاعته عامله في الملعب ازاي هو انا بجيب واحد لمجرد مثلا ان الانديه الثانيه اتعاقدت معاه هيبقى عايز يتعاقد معاه او بجيب واحد عشان سمعت ان والله ان هو لعيب كويس لا المفروض اتفرج عليه ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعشرة علشان ابتدي اقيمه صح عشان هدفع فيه فلوس النهارده كره القدم ايكوال ماني اللعيب اللي عندك ده يساوي ارقام صح. طالما اللعيب اللي عندك يساوي ارقام يبقى لازم احط الفلوس في مكانها الصحيح عشان بعد كده حتى لو جيت استغنى عن اللعيب او ابيعه او انفست فيه اعمل انفستمنت في اللعيب نفسه يجيب لي ارقام تانية مختلفه مزبوط. انا مش هاجر اجيب مثلا هدفع 200 مليون في 10 لعيبه قاعدين على دكه البدلاء وبعدين ابيعهم بعد سنتين بزيرو او اخرجهم اعراض ببلاش او استغنى عنهم مثلا عشان ايه خلاص يعني مش محتاجهم فاجيب لعيب عليهم دي خساره فلوس تمام اللعيبه يا كابتن في الوقت الحالي ارقام والارقام بقت كبيره فالنهارده انا بالنسبه لي العب ب 20 لعيب 22 لعيب ويكونوا كلهم في ليفل محترم وما يبقاش عندي 30 قصدك باللغه دي دلوقتي ان هو استثمار كمان وضع طبيعي صحيح. وضع طبيعي صحيح انت النهارده في لعيبه عندك قدرت تستثمر فيها بشكل كويس وكانت من قطاع الناشئين يعني لما تريزيجيه بعته كنت بعته برقم كويس مزبوط. لما رمضان بعته في الاول بعته برقم كويس ولعيبه كتيره جت في النادي الاهلي وفلافيو اتباع برقم كويس ولعيبه كتيره اتباعت بارقام كويسه ليه عشان انت كنت بتستثمر حقيقي في اللعيبه دي صحيح. اولا بتنتقي اللعيب بشكل كويس عارف شخصيته بشكل جيد دارسها بشكل كويس اتفرجت عليه على لعيب مره واثنين وثلاثه واربعه وقدرت تقيم اللعيب نفسه قدرت تقيمه كلعيب في الملعب وقدرت تقيم سماته الشخصيه كمان صحيح. لان خد بالك النادي الاهلي زي ما قالوا الكباتن النادي الاهلي مش نادي قليل فبالتالي لما تيجي تتعاقد مع حد لازم يكون قد المسؤوليه بتاعه النادي الاهلي لان النهارده انت بتلعب على بطولات ما ينفعش اجيب لعيب مثلا اتيتيودو كل ماتشين بيطرد تمام ما انا خساره بالنسبه لي طبعا يعني خساره بالنسبه لي لو اجيب لعيب مثلا انذار في الثاني كل ماتش ويقعد لي يبقى انا عملت ايه ما عملتش حاجه صحيح. يبقى انا ما استفدتش منه بالعكس صحيح. انا حطيت مكان او مليت مكان في الملعب بلعيب مش بتكلم على القيمه الفنيه بقى مش على القيمه الحقيقيه والمسؤوليه بتاعه الفرقه بس تريزيجيه لو جه بلال هيلعب النهارده اساسا ما انا بقول لك يا كابتن اهو هو بيتكلم بيقول لك على اللعيب اللي بيجي لما تجيب لعيب في يناير في حاجه طبيعي انك طبيعي يا كابتن انه يبقى مؤهل انه يلعب انت بقى انت كمدير فني انت حر هي دي اللي انا بعملها لكن انا هقول لك على حاجه ثانيه هو قال ان انت سؤال سريع الا بقى لو واحد صغير هو الاهلي جاب عدد ثلاث لعيبه ليه؟ البدايه بس اتكلم فيها دي مهمه جدا يعني ايه يا جماعه؟ عشان الاصابات طب وماله؟ انت لو ما كانش عندك السته مصابين السبعه لعيبه مصابين انا كمدرب ما اجيبش لاعب ليه؟ علشان اللعيبه دي اللي مصابه عندي هتعمل شورت كبير في الماتشات الكتيره اللي عندي والبطولات اللي عندي لكن دلوقتي انا عندي عدد كبير طب العدد الكبير اللي اللعيبه الهايله اللي هو اكرم واللعيبه العباقره دي اللي هم جامدين وارقامهم اعلى من النجوم اصلا لما انا اجيب لعيبه وهدخلهم يبقى دول منتهوا لا مش فاهم بص خلي بالك لا انا بتكلم على كمنظومه يا عادل عادل رقم واحد في افريقيا انت الاهلي يا ايمن ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن بلال كنا بنتكلم على موضوع التدعيمات ورؤيه او وجهه نظرك فنكمل يا كابتن انت النهارده بقول لك لما بتتعاقد مع لعيب تمام يبقى انت شايف على حتى كمان على المستوى البعيد اللعيب ده ممكن يديني لحد فين يعني انا النهارده مثلا ممكن اجيب لعيب عنده 28 سنه عادي مفيش مشكله ليه لان المرحله الاداء اللي ممكن ياديه مثلا من 28 ل 32 على حسب برضو سلوك اللعيب ده هل ملتزم ولا مش ملتزم لا ممكن يديني 4 سنين كويسين 4 سنين في تاريخ الانديه ده رقم كبير مش قليل يا كابتن ايمن يعني 4 سنين في تاريخ الانديه ده 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 بطولات وزمن كبير وفرقه بتتغير حاجات كتيره جدا 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 النهارده مثلا لما نيجي نتكلم على مروان النهارده جايبه لعيب خط نص ولعيب جاي تمام لكن انا من وجهه نظري مروان النهارده مثلا لو ما كانش بيلعب في اكتر من بوزيشن هيبقى الامور بالنسبه له هو نفسه شخصيا صعبه شويه
يعني ممكن نحتاج لو ممكن باك رايت، ممكن نلعب سنتر باك، ممكن نلعب 8 في اوقات محتاج، لو محتاج فيها 3 بتلعب ب 4 3 3 مثلا، ممكن تحتاجه في الحته دي. فانه حتى كمان الانديه وهي بتشتري اللعيب لازم، انا بشتري اللعيب خاصه اللعيبه بتاعت نص الملعب، اللعيبه اللي هي ممكن تكون في وقت من الاوقات تديني في اكتر من مكان، تديني سنتر باك، تديني رايت باك زي ما عملت مع اكرم توفيق. واصلا في الاصل اكرم توفيق هو اساسا ميدفيلدر، قدرت تستغل امكانياته وتوظفه في حته الرايت باك. ده اللي انا عايز اقوله، ان انت ممكن يبقى اللعيب انت شايف ان ده ممكن يديني في اكتر من مكان، فبالتالي ممكن يبقى صفقه ناجحه بالنسبه لي حتى لو على اللونج ران يا كابتن شريف. تمام. فالتدعيمات اللي بتجيبها تاني ارجع، واللي بتجيبها في يناير ده لابد انك بتجيبها عشان تعتمد عليها وبشكل سريع، مش بتجيب تدعيم في يناير عشان تعتمد عليه السنه اللي بعديها. يعني فرق كبير جدا من الحاجتين. لما اجيب واحد مثلا وتعاقد معاه في بدايه السيزون، خلاص انا بجيب واحد خلاص انا بالنسبه لي هتعاقد معاه لمده 3 4 سنين، فانا شايف لسه هيبتدي، ممكن يبتدي واحده واحده معايا، ممكن يتاقلم معايا، ممكن ان انا بجيبه عشان يبقى بيهدد بعض اللعيبه في بعض الاوقات واحيانا الفرق الكبيره بتفكر بالستايل ده وبالاسلوب ده. لكن يناير مختلف. لكن يناير مختلف. صحيح. انا بجيب احتياجات اسمها احتياجاتي. عشان كده النهارده انت في يناير بتجيب ايه؟ 2 3 1 ماكسيمم، يعني كبيرك قوي تجيب 3 لعيبه مثلا، يعني مثلا 4 لعيبه بكثير جدا جدا، لكن ما بتجيبش 6 7. صحيح. لكن انت ممكن مثلا في الصيف لا تغير فرقه بالكامل، مش 10 12 لعيب، لكن ممكن تجيب تدعيمات تبقى اكتر زياده شويه، ممكن يبقى عندك باك رايت وميد فيلدر واثنين راس حربه وليفت وينج ورايت وينج وسنتر باك، ممكن تعمل تدعيمات كبيره، لانك انت ساعتها يا كابتن بتغير في قوام الفريق. صحيح. مدرب بيبقى موجود سواء مكمل او مش مكمل، عنده فتره يبتدي البري سيزون يعني وفتره الاعداد ويشتغل من بدايه السيزون، فعنده انت بتجهز له فرقه بالكامل. لكن في يناير نرجع نقول تاني، بتجيب اللعيب الكواليفايد ان هو يلعب في النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي والكواليتي تناسب امكانيات النادي الاهلي وتناسب طموحات النادي الاهلي. تمام. عشان كده بقول لك في يناير الوضع مختلف زي ما قالوا الكباتن، انا بجيب لعيب عشان احطه في الملعب، مش عشان احطه على دكه البدلاء، عشان احطه في الملعب عشان انزله. كابتن اسامه قال حاجه من في الفاصل، قال لك طب ليتس النهارده مثلا السوليه مصاب، ممكن يبقى مروان النهارده يبقى لعيب اساسي، وتبقى انت جبت لعيب بتستفيد منه من اول ثانيه. مظبوط. الكومبيتيشن بقى اللي في 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 الملعب نفسها ما بين اللعيبه وبعضها هي اللي هتحكم بعد كده مين هيكمل ومين مش هيكمل. مهامه لعيبه كتيره كانت اساسيه يعني، ولعيبه كتيره كان احتياطي واتقلب الحال، وده بقى اساسي وده احتياطي. فالنهارده انا اتمنى لهم طبعا كل لعيبه النادي الاهلي، كريستوف اللي جبناه كريستوف لعيب يعني انا شفت الفيديوهات بتاعته، لعيب عنده سرعه، لعيب ممكن يبقى كواليته جيده بالنسبه وصغير في السن كمان، وصغير في السن يعني، اتمنى يتاقلم لان هو هنا المناخ مختلف شويه عن مروان. يعني انت هنا بتلعب في تونس، مناخ مختلف وظروف مختلفه ودوري مختلف وامكانيات مختلفه، بتلعب في مصر وضع مختلف تماما. صحيح. يعني هنا ممكن الانديه وطرق اللعب تبقى اصعب بكتير. على فكره اصعب بكتير من تونس. أيوه. هناك الجيمز يعني الماتشات يعني مفتوحه، تقدر تلعب وتعمل اللي انت عايزه. النهارده انت بتلعب في النادي الاهلي، الامور في منتهى هم المسؤولين الصعوبة. هيكون ليهم دور طبعا مع، وخلي بالك علي معلول هيبقى ليه دور خاص مع. طيب نقول بقى تشكيل النادي المصري لمباراه اليوم. محمود جاد لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر، اسلام المزين، ظهير ايمن، حسين السيد ظهير ايسر، وثنائي او قلبي الدفاع اسلام ابو سليمه وعمرو موسى. قدامهم اثنين في خط الوسط الدفاعي، ايزي ايميكا وعماد بوبكر، ورباعي المقدمه عبد الرحيم دغموم، محمد عبد اللطيف جريندو، الياس الجلاصي، ومروان حمدي. هو على الورق 4-2-3-1، ولكن الملاحظ في المباريات اللي فاتت لكابتن حسام حسن ما بيلعبش بالطريقه دي. هنشوف هيلعب بيها النهارده ازاي. تشكيل مصري مره ثانيه هنقوله: محمود جاد لحراسه المرمى، اسلام مزين ظهير ايمن، حسين السيد ظهير ايسر، قلبي الدفاع اسلام ابو سليمه وعمرو موسى، وثنائي خط الوسط الدفاعي ايزي ايميكا وعماد بوبكر، ورباعي المقدمه عبد الرحيم دغموم، محمد عبد اللطيف جريندو، الياس الجلاصي، ومروان حمدي. بدلاء: عصام ثروت، عمرو طارق، اسامه الجزار، حسن علي، احمد الشيخ، زياد فرج، فرانكو توجا، عمرو سعداوي، واحمد شداد.
كابتن شريف، نبدا بتشكيل النادي الاهلي. زي ما اتفقنا وقلنا ما فيهوش تغيير غير دخول برونو سافيو اساسي النهارده، بيبدا مكان احمد عبد القادر، ودخول خالد عبد الفتاح، كنا بنتكلم كل الكلام ده خدت بالك في القائمه، في القائمه الوحيد اللي دخل في القائمه. أي. يبقى الراجل زي ما انتوا بتقولوا بيدعم ناحية اليمين للاصابات اللي كانت عنده، واكيد هيبقى وجود جيد. وجود جيد يعني، تتوقع ان يبقى ليه دور؟ اتوقع، لان الناحيه اليمين دي هي دايما اللي بتبقى ما بتكملش ال 80 دقيقه، يعني 80 دقيقه كويس قوي، لو 70 دقيقه كمان كويس قوي بالنسبه للاثنين لعيبه، وبيأدوا في كيرف عالي جدا. أيوه. كان حسين او محمد هاني، وان شاء الله يبقى في نتيجه ان شاء الله، والراجل ده يخش الملعب الاعاشه اللي هو لا بقيه اللعيبه بتتفرج وبتشوف شكل النادي الاهلي النهارده ايه، وده حقهم. أيوه. ان هم يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، واتمنى ان ارضيه الملعب كمان تساعد النهارده اللعيبه ان شاء الله. انا واتمنى من وزاره الشباب والرياضه والمسؤولين عن الملعب ده، ملعب عظيم خدت بالك، اتمنى ان هو يبقى في الخطه اللي جايه، ان هو يبقى في الاعداد. ونتمنى التوفيق للتحكيم. والتحكيم طبعا، انا النهارده راجل اول مره اعتقد ان هو هنتفرج عليه النهارده، ربنا يسهل، ربنا يوفق النهارده ان شاء الله باذن الله. ما زلت بتمنى عمرو السوليه بنفس الكيرف اللي هو ماشي فيه بالثقه اللي موجوده، إليو ديانج بعد الهدف العالمي والاداء دايما اللي هو في كيرف عالي وما شاء الله، ومتولي وياسر اعتقد تعودوا على بعض، ودي اهم المناطق اللي انت بيبقى فيها تغييرات كتير، متولي وياسر او محمد عبد المنعم وياسر او محمد عبد المنعم ومتولي، هي دي المناطق اللي انت بتبقى دايما عندك فيها لاعب بيخش ولاعب مصاب او لاعب حاجه. كريستو موجود. وزي ما قلنا كريستو قاعد بس مروان تواجد، ومروان موجود كمان، مروان عطيه. وعندك مصطفى ميسي كمان في القائمه، في القائمه. انا بتكلم عن المره فاتت نزل برده شويه، جماهير النادي الاهلي العظيمه في المدرجات كمان شايفينها. عجبني مصطفى ميسي ايمن، ما اتكلمناش عنه خالص احنا. عنده روح، نزل المره فاتت خمس ست دقائق يعني. عنده روح وعايز يعمل حاجه، وده اللي دي سمه لعيبه النادي الاهلي. في لاعب بقى خاص بالنسبه لي انا، محمد شريف. محمد شريف انا بالنسبه لي اعتقد خد فرصه اسامه كبيره، ان هو النهارده لازم يبقى له يعني شكل تاني، لازم يبقى له وجود تاني، والملعب ده هيساعده على فكره. ارضيته تقيله، الكره ما بتجريش فيه يعني، مش هتسبقه الكره على الاقل هتقف هتطب، مع سرعته هو ومع تركيزه النهارده في العمق الهجومي اكيد هيبقى مفيد جدا، فبتمنى له كل الخير النهارده، بالاضافه الى برونو سافيو اللي انا بتمنى النهارده انه يدينا حاجه. خدت بالك انا حاسس ان هو لعيب منتج لاهداف، منتج لجود باص، الباصه القاتله، هو ده دي امكانياته. فاتمنى النهارده يبقى عنده توفيق في ان هو يخلي الفرقه في كفه تانية. أي. مع وجود عمرو السوليه وليد ديانج كمان بيدوا الثقه، لما يبقى عندي ورايا اتنين في حاله كويسه، لازم سافيو النهارده برضو يبقى عينه مع قفشه على طول. قفشه من اللعيب اللي هو ايه، بينبسط من اللي جنبه، بيبقى جري وبيشرعه او بيعمل حاله تبادليه، هو يخش مكان قفشه صاحب مزاج يعني. انا بقولها لك يعني كلاعب كوره بشوفه بيحب اللعيبه اللي هي جنبه بتلعب كوره معاه، وسافيو بيلعب كوره محدوده لغايه منطقه معينه. لا انا عايزه النهارده يفكر زي ما فكر قبل كده في دخول ال 18 ويخلص الحاجات العرضيه، وباذن الله يبقى التشكيل ده ما هو، وعندنا ناس جيده جدا، عبد القادر وشادي. و نقول بالمره البدلاء قبل ما نطلع فاصل، البدلاء ان النادي الاهلي النهارده هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح، حمدي فتحي، شادي حسين، احمد نبيل كوكا، احمد عبد القادر، مصطفى ميسي، ومحمد فخري. مره تانية علي لطفي حراسه المرمى، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح الوافد الجديد، حمدي فتحي، شادي حسين، احمد نبيل كوكا، احمد عبد القادر، مصطفى ميسي، ومحمد فخري. نتمنى التوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده لتحقيق الفوز.
وزي ما قلنا استغلال تعثر المنافسين. طبعا احنا ما بنبصش لحد، احنا لان احنا بنبص على المكسب بس، ولكن لازم تستغل كمان بايجابيه تعثر المنافسين وتوسع الفارق بينهم، لان اللي جاي صعب جدا جدا جدا. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، يمكن الكابتن شريف اتكلم على تشكيل النادي الاهلي وعارفين المستر كولر بيفكر ازاي. حسام حسن في ظل التشكيل ده بيفكر ازاي النهارده؟ اولا هو هيلعب بنفس الاسلوب ده؟ حسام حسن بقاله ماتشين بيكسب، ودي بتدي ثقه للعيبه. أيوة. فهو لعب باسلوبين 4 2 3 1 ولعب احيانا 3 4 3. ايوه. هو مغير احمد شداد وعمرو سعداوي وحسين السيد يلعب مكانه عشان حسين السيد ظهير ايسر اصلا، فده ما فيهاش مشكله. هو عماد ابو بكر ده مساك قلب دفاع. قلب دفاع. فممكن جدا يلعب عمرو موسى واسلام ابو سليمه وعماد ابو بكر يبقوا ثلاثه، واسلام المزاين نايمين وحسين الزايد شمال. ممكن جدا هو بيلعب والياس الجلاصي يجي جنب ايزي اميكا، ويبقى عبد الرحيم دغموم وعبد اللطيف جريندو ومروان حمدي. هم عبد اللطيف جريندو بيبقى ناحيه اليمين، وعبد الرحمن دغموم عبد الرحيم دغموم ناحيه الشمال قدام حسين السيد، ومروان حمدي هو راس الحرب. راس الحرب ده لو لعب 3 4 3. لو لعب 4 2 3 1 عماد ابو بكر اصلا بقول لك بس دبقى. فممكن عمرو موسى اللي يطلع جنب ايزي اميك. يبقى عمرو موسى، لان عمرو موسى اساسا وسط مدافع. هو حسام اللي وظفه في سيرد باك، او بيلعب ثالث لما بيكون اثنين قلبي يدفع حواليه. فهو ممكن يلعب كده او كده، يعني ده ما مش هنقدر غير ما تشوفها في الملعب، لكن هو الاقرب هيلعب 3 4 3 او 3 5 2. يعني هو مروان حمدي وبيكمل معاه عبد الرحيم دغموم وعبد اللطيف جريندو، وجريندو بيضم على طول كتير جدا جدا ورا مروان. صح. فده في الغالب اللي هيعمله حسام. حسام عنده اسلوبين. الاسلوب الاساسي بتاع حسام انه بيقعد يهاجم ويضغط ويهاجم ويضغط، ده في معظم الماتشات، وحتى في ماتشات لعبها مع النادي الاهلي كده مع الفرق المختلفه. واحيانا بيروح عامل اسلوب تاني خالص، تلاقيه نص الملعب ومقفل وقافل في بعض الماتشات برضو لعبها مع النادي الاهلي كده، ويلعب على هجمه مرتده. هو يبدا ازاي النهارده؟ هو خلي بالك الماتشين اللي فاتوا ادوله ثقه، يعني هو كسب الماتشين اللي فاتوا، خد 6 بونت ورا بعض. مظبوط. عنده بقى الاختيارين، يعني هل هو يلعب بقى اسلوب عادي انه يهاجم النادي الاهلي عادي وطبيعي لان هو كسبان. أي. يمكن لو كان مغلوب والفرقه مهزوزه يبقى حريص قوي وخايف قوي على انه يخسر ولا كده. لكن النهارده انا بقول برضو مع ذلك ممكن يكون مش هيتسرع في الضغط قوي، خاصه انه عارف النادي الاهلي عايز يكسب وعايز يفضل محتل القمه. فاعتقد انه هيلعب ممكن نص ملعب او حتى على الدايره، ويلعب في السرعات بقى بتاعت عبد اللطيف جريندو وعبد الرحيم دغموم لعيب كويس، والياس الجلاصي بيعرف يلاعب الناس، ومروان حمدي طبعا مهاجم كويس. ايه المشاكل اللي عنده اللي ممكن يستغلها النادي الاهلي النهارده؟ المشاكل اللي عنده هتبقى عنده لو لعب بثلاثه، هتبقى عنده مشكله شويه في اللي هم الوسط المدافعين اللي قدام قلب الدفاع، لان هو ايزي اميكا طبعا لعيب كويس وهو اصلا وسط مدافع، بس الياس الجلاصي مش هيبقى بيدافع زي لما يكون احمد شداد موجود او لو عمرو موسى في نص الملعب، فدي الحته دي هتبقى فاضيه. ممكن جدا قفشه بالذات لان هو اللي بيتحرك في المنطقه دي، يستلم الكوره كتير ويقدر يستغلها لو لعب بهذا الاسلوب. يعني عنده برضو طبعا عنده الجانب اليمين اسلام المزين عنده برضه مشكلة، وهيبقى في مشكلة بينه وبين قلب الدفاع اللي جنبه. عماد أبو بكر مهارته مش عالية وبيترقص بسهولة شوية عماد أبو بكر. طب كابتن نستأذنك نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة مباشرة. مساء الخير يا فاروق. من جديد بجد تحيه بيك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك وكل التحيه طبعا لكباتن ناصر، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل استاد الجيش ببرج العرب. ومع سقوط الامطار، يعني امطار كده كانت يعني بتطل بغزاره على استاد برج العرب قبل انطلاق مباراه الاهلي والمصري، عايز اطمنك على كافه الاجواء
والدور الكبير جدا اللي بذلته مجلس بذله مجلس اداره النادي الاهلي واداره المباريات بتوفير حافلات اكثر من 20 حافله تم يعني متابعتهم بالكامل منذ الساعات الساعه 10 صباحا وحتى الساعه 12 ظهرا. عايز اقول لك ان جماهير النادي الاهلي بدات من الساعات الاولى تتوافد على مقر او فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد لاستقلال الحافله. مجلس الاداره والمسؤول لجنه المباراه تابعوا كل الامور وتحرك الجماهير اللي وصلت بالفعل لاستاد الجيش ببرج العرب. جماهير النادي الاهلي ملأت الجنبات والاماكن المخصصه لجماهير النادي الاهلي طبعا بعدد كبير جدا، بالاضافه طبعا للجماهير القادمه من الاسكندريه. عايز اطمنك ايضا على حاله الملعب، يعني كنا مع اداره الاستاد اتحدثوا عن ان بدات عمليه الصيانه للملعب منذ انتهاء مباراه الزمالك والاتحاد حتى الساعه 5 فجر اليوم. كان في بعض التلفيات طبعا في الكراسي نظرا لبعض التلفيات من بعض الجماهير في مباراه الاتحاد السكندري والزمالك اللي انتهت بالتعادل السلبي، كانت يعني كتيبه عمل حتى الساعات الاولى من صباح اليوم للانتهاء من كافه التلفيات واصلاح كافه الامور. ايضا عمليه الصرف اللي تم تحديثها وشبكه الصرف اللي تم تحديثها في استاد برج العرب، يعني عايزين نطمن الجماهير مع سقوط الامطار شبكه الصرف اللي تم استحداثها في استاد الجيش ببرج العرب امتصت كل كميه الامطار. ايضا مستر مارسيل كولر كان حريص ان هو يكون موجود ايضا في فقرات التسخين. ومن الامور المهمه جدا اللي لمسناها معايا كابتن ايمن ان يعني منذ ازمه الكورونا كان طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري بيستقلوا حافله اخرى غير الحافله اللي بيجي فيها اللعيبه، لكن منذ قدوم مستر مارسيل كولر صمم انه يكون موجود مع اللاعبين في الباص اللي بيتحرك. عايز يشوف يعني سالناه قال لك عايز اشوف اللعيبه انطباعه وهي رايحه المباراه، عايز اشوف تاثير وجوه اللاعبين. نزل لارض الملعب اطمن على ارض الملعب. ان شاء الله يا كابتن ايمن بطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي النهارده على قدر المسؤوليه. محمد كريستو اول ما دخل يعني احد الصفقات المنضمه للنادي الاهلي مع مروان عطيه، اول ما يعني دخلوا ملعب استاد الجيش وبرج العرب شاف جمهور النادي الاهلي، انبهر بجمهور النادي الاهلي وشاف يعني احاسيس كبيره جدا مع وجود جماهير النادي الاهلي. كابتن ايمن بطمنك كافه الامور ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه ان شاء الله. ثلاثه نقاط ان شاء الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي النهارده باذن الله. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا يا فاروق، وباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده لتحقيق الفوز ان شاء الله. كمل الكلام. اتفضل يا كابتن. بالنسبه للنادي الاهلي بيلعب باسلوب طبعا ضاغط اللي هو الطبيعي بتاعه، هو النهارده بس عامل تغيير واحد اللي هو برونو سافيو مكان احمد عبد القادر. برونو سافيو المشكله بس هو في الجنب ما بيساعدش علي معلول كتير في المواقف الدفاعيه، فدي بس ممكن تعمل مشكله شويه مع جريندو لان جريندو متحرك كتير قوي وبيطلع لقدام كتير، فلازم يبقى عمرو السوليه واخد باله ان معلول لما يطلع لازم الحته دي تتقفل كويس سواء من ياسر ابراهيم او عمرو السوليه عشان جريندو بيتحرك فيها كتير. يعني النادي الاهلي الماتش اللي فات عمله كويس وقدر يجيب جونين. من المميزات اللي عند النادي الاهلي عمرو السوليه وديانج ان هم بيعملوا قفله على الاربعه اللي قدام، بيبقوا قريبين من 18 فيستغلوا موضوع التسديد، وشفنا جون عمرو السوليه من خارج ال 18، شفنا التكمله بتاعت ديانج في الجون اللي فات. دي مهمه قوي النهارده التسديد خاصه ان في امطار، واحنا عارفين ان الامطار لما تبقى موجوده الكره بتمشي سريعه على الملعب، فلازم يبقى محتاجين كميه تسديد يعني كتير. بالتوفيق يعني ان شاء الله ونعمل مباراه كويسه ونتيجه جيده ان شاء الله. كابتن عادل رؤيتك الفنيه لتشكيل فريقين. بدايه انا مش هتكلم كتير علشان كمان بلال يلحق يتكلم. اتفضل يا كابتن. اهم نقطه ان النادي الاهلي غير تغيير واحد والنادي المصري غير تغييرين. اللي غير تغييرين النادي المصري غير اثنين لعيبه كانوا بيلعبوا في الاهلي السعداوي وحسين السيد الاثنين يعني، وغير من نص الملعب عماد ببكر من غير احمد شداد علشان الحته الدفاعيه. حسام حسن من المدربين اللي حماسي جدا صح، علشان كده اي فرقه لو جابت فيه جون الاول ما بيرجعش لاي مباراه، ما بيعرفش يرجع خالص. ليه؟ لانه حماسي فقط. فالحته دي لو دوسنا فيها او قصدك في البدايه بيغلب عليه الطابع الحماسي، انما طبعا هو حماسي يعني لا بيغلب عليه الطبع. ايوه لا هو حماسي، هو حماسي أيوة. هو انا بعني الكلمه هو حماسي يعني هيضغط على الاهلي النهارده؟ لا 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 بيتكلم على انا بتكلم على ادارته للمباريات يعني. اداره المباريات دايما عند حسام فيها حماس فيها قوه فيها يعني بيقعد يعني زعق للاعيبته كتير قوي، فلما بيجي في جون اولاني حته التدرج بتاعته بتبقى فيها صعوبه شويه. الحاجه الثانيه المهمه
ان بالنسبه للنادي الاهلي النهارده المباراه مهمه للغايه. اول حاجه لمستويين، الحاجه الاولانيه اللي هو البعد عن المنافسين، يعني بسبع نقط عن الثالث، وهيبقى بستة عن الثاني، فتبقى فيها فكره كويسه. اما الحاجه الثانيه اللي هي بتاع الناحيه النفسيه بتاعه الفرق الاخرى، لما بيلاقوا ان النادي الاهلي ركب واعتلى قمه الدوري بيبقى فيه تحميده شويه عندهم. والحاجه المهمه اللي انا من وجهه نظري، انا عايز اجمع اكبر بنات ممكنه علشان ضغط المباريات اللي هتبقى بعد كاس العالم للانديه يبقى عندي اريحيه وانا بلعب، لانه صحيح. مش ما بقاش مضغوط. النادي الاهلي النهارده بتغييره اللاعب الواحد، اقدر اقول لك من الحاجات اللي كانت مهمه جدا ان تثبت التيم واستقرار التيم، علشان النواحي البدنيه للاعبين تعلي الناحيه البدنيه بتاعت لعيبتك. النهارده النادي الاهلي عنده اكتر من فرصه يعني لتغيير النتائج او لتغيير طريقه اللعب بلعيبه من بره، يعني عبد القادر ده حاجه مهمه جدا، يعني في لعيبه يعني لعيبه عندهم اهميه بره على دكه مؤثره ومؤثره. صافيو لما رجع ينزل هو وعبد القادر بيتبادلوا الاثنين المكان الواحد، ودي حاجه انا من وجهه نظري النادي الاهلي محتاجها. انا محتاج اشعل الفتيل ما بين اللعيبه، الحاجه الحلوه للفرقه، بمعنى ان في لاعب بياخد فرصه عشان يثبت وجوده، بس اتمنى اللي يثبت وجوده يفضل يلعب يحد، اما يعني يقل شويه والتاني يبدا يلعب، او التاني ياخد منه اجزاء. ولكن في الاخر النهارده النادي الاهلي هيعمل هجوم ضاغط في البدايه. نادي المصري انا متاكد تماما انه هيلعب بطريقه 3-5 او 4، احيانا بيلعبها 4-5-1 وساعات بيعملها 3. النهارده يمكن الكابتن اسامه قال كلمه مهمه انه هيرجع واحد ثالث علشان الحته الهجوميه، فممكن يلعبها يعني 5-4-1، وفي فكره عنده الحاجات، بالاخص ان عنده مروان حمدي هجام في الكوره، جراي فرود قوي. بس هو كابتن اسامه كان عنده وجهه نظر ان حسام بعد الماتشين اللي فاتوا هيتجرأ شويه، ممكن يقابل هو النادي الاهلي بضغط من قدام. لا هو ما بيتجرأش دايما على النادي الاهلي، دي مهمه جدا. هو دايما لا اتجرأ قبل كده في ماتش الاتحاد وخد 4 وما غاش من الاسلوب. يعني هو ماتشات. لا هو اخر فتره اللي هي كابتن اسامه تصادم في حته، هو مره كسب من زمان لما لاعب ضغط على النادي الاهلي كسب مره، فلما تعود عليها خسر مرات كتير، فبدا لما يخسر رجع للحته الثانيه اللي هي الدفاع الاكثر والحماس الاكثر. يعني النهارده مثلا وجود اللعيبه اللي هي في الملعب ديت الاثنين تغييرات دفاعيه بعد. اتفضل. طيب كابتن بلال، كالعاده قبل بدايه المباراه سيناريو الشوط الاول. السيناريو ان انت فايق بقالك اكتر من مباراه وبتأدي بشكل كويس وبتوصل الجول بشكل كويس وعندك حلول مختلفه شويه. يعني الحلول اصبحت بتاعه النادي الاهلي اصبحت حلول مختلفه غير الحلول التقليديه اللي كنت بتعتمد عليها. النهارده عندك حلول نص ملعب، عندك حلول على اطراف الملعب. كابتن عادل اتكلم على تغييره عبد القادر وبرونو سافيو، ان كان من المفترض ان يبقى عندك تثبيت للتشكيل طالما انت بتأدي بشكل كويس. يعني طالما عبد القادر ماشي بشكل كويس يبقى طبيعي انك تثبته في الحته دي، ولكن ممكن يكون حته التغيير خد بالك بتعتمد على الخصم اللي قدامك. يعني عبد القادر يعني عنده سرعه شويه، تمام، عنده مهاره، نزوله خد بالك يعني الشوط الثاني في حاله مثلا يعني تكون استنفذت بعض الطاقه لفرقه المصري يبقى عندك نشاط مختلف شويه. يبقى عندك شوط مختلف شويه. انت النهارده ممكن الجيم بيحسبه مستر كولر ازاي ان الجيم النهارده ممكن يتصعب في البدايه. حسام حسن اكيد النهارده هيقفل الجيم من البدايه. انا ممكن شوط ما نشوفش جوال مثلا، يلعب النهارده 4-4-1-1، تمام، يلعب راس حربه واحد ومن تحتيه الياس الجلاسي، ممكن تمام، والاثنين التانيين يكونوا يعني نازلين في نص ملعب، فبالتالي يقفل عليك المساحات بشكل او ضيقها عليك بشكل كبير، ما يديش فرصه لعيبه النادي الاهلي ان هي تخترق. تمام، النهارده عندنا من الحلول الجيده ان اصبح عندك اثنين لعيبه في الملعب في نص ملعب، الاثنين عندهم قدرات هجوميه كبيره جدا جدا جدا، سواء اذا كان السوليه او اليو ديانج. السوليه الماتش اللي قبل اللي فات مسجل هدفين، الماتش اللي فات ديانج مسجل هدف رائع جدا جدا. فاصبح عندك حلول النهارده من قلب الملعب كنت بتفتقدها
لاوقات كتيره جدا جدا جدا. الاهلي النهارده وجهه نظري الشخصيه يبتدي يضغط على فرقه المصري، يبتدي يدور على الحلول من بدايه الماتش، هيقابل المصري من نص الملعب، يعتمد على الهجمات المرتده. الا اذا المصري هيقابل من نص الملعب، نص ملعبه، الا اذا سبت له مساحه انه يشتغل. حسام حسن يعني كابتن عادل اتكلم على الحماس والفرط في الحماس شويه، يعني هو مفرط شويه في الحماس، وعارف انت على حساب النواحي الفنيه. طب انت اوقات كتير جدا في بعض الماتشات خاصه قدام الفرق الكبيره، في بعض المدربين بيعتمدوا على خلق سبيريت عاليه اوفر عن الموجود عند اللعيبه. هو ده بيعتمد عليه حسام حسن مع الفرق الكبيره، اهلي زمالك، عايز يبقى لعيبه عندها سبيريت عاليه جدا، واوريدي لو عنده حفظ شويه ولو برسنتج صغيره كده 20-30% مع الروح العاليه جدا يتعبك، يجري كتير جدا في الملعب، وده اللي هيعتمد عليه حسام حسن النهارده مع فرقه المصري، مع حته البلوك اللي هيعمله في نص الملعب، فبالتالي يقفل عليك ويبتدي يشتغل هجمات مرتده عن طريق جريندو لو هيكمل، لان برده لعيب سريع وعنده كوره، وعبد الرحيم من الناحيه الثانيه، وعنده خلي بالك بيخش كتير جوه 18 بيدخل، بس في الغالب يعني بيبتدي دايما من طرف الملعب عشان يخلقه يعني فرص من على اطراف الملعب، لانه هو عارف ان الفرق الكبيره دايما شغلها كله من على اطراف الملعب، فبالتالي بيقول لك انا لما ابتدي العب على الحته دي من ورا علي معلول، من ورا محمد هاني، ابتدي يبقى ليا مساحات اشتغل عليها، وشفناها كتير جدا بيلعب مع النادي الاهلي في الحته دي، هو دايما مسقط حد ورا الاثنين الباكين، دايما على طول يقطع ويبتدي يعمل الهجمه المرتده السريعه في مكان اللي بيهاجم في الباك، سواء كان الرايت باك او الليفت باك. الاهلي النهارده وانس النهارده ابتديت تضغط وسجلت هدف، هتخلق مشاكل كبيره جدا جدا لفرقه المصري، لانه النهارده لو ابتدى يغير من اسلوبه والتاكتيك بتاعه هيبتدي يفتح الجيم زي ما عمل قبل كده، زي اتكلمت انت عن الماتش اللي كسبنا فيه 4، ابتدى يفتح الجيم عشان يعوض، فبالتالي الامور هتتصعب عليه بزياده. عندهم مشكلات في حته الكرات الثابته، ازاي يستغلها النادي الاهلي سريعا؟ شوف الاهلي احنا يعني عايزين تميز اكتر في الحته دي يا كابتن، يعني انا اتمنى يعني احنا من الفرق القليله اللي بنسجل اهداف يعني من كرات ثابته عرضيه، قليل ما بنسجلش اهداف كتير بالحته دي، يعني اتمنى نشتغل عليها بشكل، خاصه احنا عندنا اطوال، يعني احنا ليه ما نستغلش اليو ديانج ونعلمه الحته دي؟ تمام، طويل وقوي ما شاء الله، قوي البنيان، يقدر يشتغل في ال 18، بيرجعوه يمسك مكان اللي بيتقدمه موجود. اه يا كابتن انا من وجهه نظري عندك واحد عنده قوه، تمام، ترجع مجدي على الاقل ياخد العين بالظبط يا كابتن، او رجع محمد هاني، ما دول الاثنين ما عندهمش اطوال يقدروا هم تستغلهم في الحته الدفاعيه. صحيح. وتطلع اليو ديانج قدام، وتطلع عمرو السوليه، ويبقى موجود عندك محمد متولي وياسر ابراهيم، كل دول يبقوا اطوال في ال 18، هيبقوا مخيفين للخصم، تمام؟ نقدر نسجل بيهم اهداف لو اعتمدنا عليهم بشكل كويس يعني. ان شاء الله باذن الله. توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، تحيه الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.